بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا COVID-19، ونرحب بالضيوف الكرام المتحدثين في هذا المؤتمر الصحفي: سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة الفريق طارق الحسن رئيس الأمن العام، سعادة المقدم طبيب مناف القحطاني عضو اللجنة الفريق الوطني رئيس الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا COVID-19، سعادة الدكتورة جميلة سلمان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. تفضلي سعادة رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نود أن نرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي الذي عودناكم ونحرص جميعا من خلاله على اطلاعكم على المستجدات والتعامل في مع فيروس كورونا COVID-19. وأود في بداية حديثي أن أشيد بتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ويأتي ذلك تأكيداً على أن المملكة مستمرة في جهودها للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. ونود أن نبين أن القرارات التي أصدرتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله هي إجراءات احترازية لتجاوز تحدي فيروس الكورونا بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذه على أرض هذه الطيبة. واليوم تلقينا منذ قليل للأسف خبر وفاة لحالة قائمة للمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عام، كانت تعاني من أمراض وظروف صحية كامنة أخرى. فنتقدم جميعا بالتعازين لأسرة الفقيدة وذويها على هذا المصاب الجلل. ونود أن نبين أن كل القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها جاءت بناء على المستجدات والأرقام والمعطيات والمؤشرات التي لدينا في مملكة البحرين، ولكل دولة خصوصيتها وتتخذ قراراتها بناء على هذه المعطيات. وما سيتم اليوم إعلان عنه من إجراءات وقرارات هو من منطلق إيماننا بالتام بأن لدينا مجتمع واعي يشارك في القرارات. والقرارات والإجراءات اللي نعلن عنها هي لتعزيز جهود احتواء منع انتشار الفيروس في مملكة البحرين، ونؤكد على أهمية الالتزام، ونؤكد بشدة على أهمية الالتزام بالمكوث في المنزل والخروج فقط للحاجات المعيشية الضرورية. القرارات ترسخ أهمية تجنب الاختلاط والتباعد الاجتماعي بما يسهم بشكل فاعل في احتواء ومنع انتشار الفيروس. ووزارة الصحة مستمرة في جهودها مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار هذا الفيروس والتصدي له، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة هذا التحدي والتغلب عليه إن شاء الله. إن الطاقة الاستيعابية للعلاج والعزل تغطي الجميع، والعلاج متوفر بالمجان لجميع الحالات القائمة من المواطنين والمقيمين. واستجابة لطلب من بعض المواطنين والمقيمين من الحصول على العلاج من القطاع الخاص، أيضاً ستكون هناك مشاركة من قبل المستشفيات الخاصة عبر السماح لهم بتوفير العلاج للحالات القائمة حسب المعايير والاشتراطات لمن يرغب من المواطنين والمقيمين. وطبعاً نشكر المستشفيات الخاصة اللي تقدمت حتى الآن للعمل، والعمل جاري لاستكمال الإجراءات حسب الاشتراطات والمعايير الصحية للبدء في تقديم هذه الخدمات. وحال الانتهاء من هذه الإجراءات
سيسمح للمستشفيات الخاصة بتقديم هذه الخدمة. وبالرغم من ذلك نؤكد على استمرارية الخدمات الصحية العلاجية المقدمة بالمجان، ونؤكد بأن كل الخدمات تقدم للمواطنين والمقيمين تقدم بالمجان فيما يتعلق بفيروس الكورونا. ولكن بمشاركة القطاع الخاص جاء لتلبية طلبات من بعض الحالات القائمة، وأبدوا عدد منهم في رغبتهم على هذا الخيار العلاج يكون في القطاع الخاص، ويتم الآن التنسيق مع المستشفيات الخاصة ليقوموا بذلك. ونحن طبعاً بدورنا نثمن كافة الجهود الكوادر الطبية وما يقومون به من دور كبير في التصدي للفيروس، ونقدر إخلاصهم من أجل هذا الوطن بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. المجتمع البحريني، ويمكن قلنا هذا الكلام في مؤتمرات أخرى، أثبت وعيه وقدرته على مواجهة تحدي فيروس الكورونا، ونعتز ونفتخر بتعاضة كافة أبناء الوطن في محاربة الفيروس بما يحفظ سلامتهم وصحتهم للجميع. ونشدد أيضاً ودائماً على أهمية اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، والتي يجدونها كل جميع يجدها على المواقع، موقع وزارة الصحة ومواقع التواصل الاجتماعي، حول طرق الوقاية من الفيروس بما يسهم في احتوائه ومنع انتشاره. طبعاً هناك يمكن يلاحظ بأن هناك ارتفاع متصاعد في أعداد المسجلين على المنصة الوطنية للتطوع منذ الإعلان عن فتح باب التطوع، ونحن طبعاً يعني نقدم لهم كل الشكر والتقدير، خاصة أن فاقت أعداد المسجلين حتى يوم أمس وصل العدد تقريباً 30,000 متطوع. وإن دل على شيء فإنما يدل على التعاضد والتكاتف الوطني لأبنائنا في مملكة البحرين. ونكرر شكرنا وتقديرنا لكل المواطنين اللي أبدوا رغبتهم في التطوع والوقوف مع الوطن في مواجهة هذا الفيروس. وسيتم استدعاء هؤلاء المتطوعين أصحاب التخصصات الصحية ضمن المجموعة الأولى، وهناك إجراءات سيتم تباعاً بمراحل لاستيعاب هؤلاء المتطوعين، وبالتكاتف والتعاضد بين الجميع إن شاء الله تستطيع مملكة البحرين أن تتخطى كافة التحديات اللي تمر فيها في هذه المرحلة. وأترك الآن المجال إلى أخي وزميلي الأخ سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ليعلمكم بالمستجدات فيما يخص مجال عملهم، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا لك معالي سعادة أختي الفائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. بداية أحب أن أتقدم بالشكر لمقام سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على توجيهاته الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية الاقتصادية بقيمة 4 مليار و300 مليون دينار بحريني، حيث تأتي هذه الحزمة تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. كما نؤكد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في العمل اليومي مع القطاع الخاص بكافة أقسامه وقطاعاته على ديمومة واستمرارية توفر المواد الأولية والسلع، وخصوصا فيما يخص مجال الأغذية والأدوية. وفي هذا المقام أحب أن أتوجه بالشكر لتوجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد والمتابعة اليومية والحريصة في هذا المجال، وكذلك للقطاع الخاص على ما أبدوه من تعاون وتجاوب في هذا المسعى الوطني. كما نطمن الجميع مجدداً بأن المخزون الغذائي في المملكة متوفر،
وبكمية كافية، فلا داعي للتهافت على التخزين ولا الشراء بكميات تفوق الحاجة الاستهلاكية. نفس الشيء ينطبق أيضا في المجال الدوائي والمجال المواد الصحية، فهي ولله الحمد متوفرة ولا حاجة للتخزين في ذلك. كما نؤكد في هذه المرحلة على استمرار فتح المحلات، محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز ومواصلة أنشطتها كالمعتاد، كما أنها أبدت مؤخراً تفاعلها مع مستجدات الأمور، حيث قام الكثير منها بإصدار خدمات التوصيل إلى المنازل ولاقت ترحيب كبير من الجمهور العام. تعزيزاً لجهود احتواء ومنع انتشار الفيروس وتعزيز تطبيق معايير التباعد الاجتماعي، سوف يتم إغلاق كافة المحلات التجارية والاكتفاء بخدمات التوصيل ابتداء من 26 مارس المقبل إلى 9 أبريل القادم، حيث يستثنى من ذلك محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف. كما ننوه في أن في هذه الفترة سوف تستمر كافة المطاعم باستمرار نشاطها فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، على أن تعاود هذه المحلات فتح أبوابها مجدداً إلى الجمهور اعتباراً من 9 أبريل القادم. كما أكرر في هذا المنحة بأن المحلات التي سوف تزاول أعمالها بصورة عادية هي محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك، حيث أنها لم تشمل في قرار الغلق هذا. يعتبر هذا الإجراء إجراء مؤقت بما يتماشى مع مستجدات الفيروس وإجراء احترازي لاحتوائه ومنع انتشاره، ونهيب بجميع المواطنين والمقيمين المكوث في المنازل قدر المستطاع والخروج في الحالات المعيشية الضرورية فقط، فإن كل مواطن ومقيم مشارك معنا في تطبيق هذه الإجراءات عبر وعيه والتزامه بالقرارات والتعليمات سوف يلعب دور مهم في مكافحة ومجابهة هذا الفيروس. كما نود أن ننوه بأن الوزارة تواصل جهودها التفتيشية لرصد المخالفين بالتنسيق مع كافة الجهات، وفي هذا المقام أتوجه بالشكر لفريق التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على عملهم المستمر والدؤوب في التصدي للمخالفين من هذه القرارات. ما نمر به جميعاً يحتاج إلى تكاتفنا ومواصلة عملنا بروح فريق البحرين الواحد لنصل للهدف المنشود، فكل واحد منا فرداً كان أو مجموعة أو مؤسسة تجارية هو جندي في هذه الحرب ضد هذا المرض. جمعنا الله جميعاً لخدمة البحرين والدفاع عنها، والله الموفق. أترك المجال الآن للأخ العزيز سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أثمن عاليا توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة سيدي سمو ولي العهد حفظه الله وتعليمات سيدي معالي وزير الداخلية حول كافة مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. نقدر بكل فخر الحس الوطني الذي يتمتع به المجتمع البحريني الواعي في تعامله مع مقتضيات الظروف الاستثنائية التي لا تمر فيها البحرين فقط بل العالم كله. مثل ما تعرفون فقد تم فتح مجال التطوع اللي تكلمت عنه سعادة الوزيرة من شوي، والحقيقة يعني أثبت أبناء البحرين وطنيتهم العالية وتحملهم المسؤولية، حيث بلغ عدد المتقدمين للتطوع أكثر من 30,000 لحد اليوم، وتم تقسيمهم إلى مجموعات، منهم طبعاً تم تخصيص تقريباً 10,000 متطوع للمهام الميدانية، وتم اليوم من خلال الدفاع المدني تقسيم هؤلاء إلى مجموعات سيتم إن شاء الله تدريبهم وتكليفهم بمهام في مناطق سكنهم وفي يعني في الأحياء وفي مجتمعاتهم للعمل على
القيام بمهام التطهير والتعقيم والحماية. عمليات التطهير والتعقيم مستمرة تحافظ بشكل كبير على احتواء ومنع انتشار هذا الفيروس، وهذا أمر احنا يعني نراهن عليه، وخصوصا في وجود المتطوعين اللي ذكرناهم. الحقيقة هذه استغل هذه الفرصة لأشكر جميع من تطوع وجميع من تقدم للتطوع، هم اليوم بمبادرتهم وعطائهم وحبهم للبحرين قدموا أجمل صور التفاني الحقيقة من أجل الوطن. احنا مثل ما ذكرنا من قبل أن هناك مسؤولية مجتمعية وفردية في التعامل مع هذا الأمر، ويعني أثبت أهل البحرين أنهم قد هذه المسؤولية إن شاء الله، وهذا أمر لابد منه. ولكن زيادة في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حماية المجتمع، فقد تقرر اليوم منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، وهو أمر حقيقة يهدف إلى تحقيق التباعد الاجتماعي مثل ما ذكر، وكذلك يعني بغية تسطيح المنحنى اللي كنا نتكلم عنه، نحن يعني نمر في منحنى نحاول قدر الإمكان تسطيحه من خلال منع أو خلنا نقول مكافحة سرعة انتشار هذا الوباء. طبعا هناك إجراءات قانونية سوف تطبق في حال مخالفة هذه القرارات أو قرارات منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، وهناك قوانين تنظم هذا الأمر وسيتم تطبيقها في حالة المخالفات. كذلك تقرر منع التجمعات طبعا مثل ما يعني ذكر في المنتزهات والسواحل العامة، فنرجو أن لا تكون هناك تجمعات في هذه السواحل المنتزهات العامة على أساس أن احنا مثل ما قلنا نحد من انتشار هذا الوباء. شرطة المجتمع مثل ما يمكن العديد شاف مستمرة في حملات التوعية بعدة لغات لتوعية أفراد المجتمع والمقيمين في البحرين بضرورة اتباع الإجراءات وتجنب التجمعات، وحث الجميع على اتباع التعليمات حفاظاً على سلامة المجتمع. التعاون مع كل الجهات لتنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية قائم، ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة، أو على الأخص ومن بينها على الأخص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إطار العمل المشترك لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على صحة المواطنين المقيمين في مملكة البحرين من خلال تنظيم أمر اللي هو منع التجمعات ويمكن المحلات اللي تكلم عنها سعادة الوزير. نجدد الدعوة للابتعاد عن الشائعات، احنا تكلمنا من قبل عن الشائعات وما زال مع الأسف هناك بعض الشائعات اللي تنتشر. طبعا هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها وسيتم اتخاذها بالنسبة للمروجين لهذه الشائعات. أنا أعيد وأكرر أنه من البداية كان هناك شفافية عالية لله الحمد لدى جميع الأجهزة الحكومية المعنية في هذا الأمر، والمعلومات موجودة على المواقع الرسمية، نرجو استقائها من المواقع هذه أو من الجهات الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات اللي قد تربك العمل الميداني وقد يكون يعني تضر بسلامة المجتمع وأمنه. مثل ما تعرفون أن احنا نشتغل كفريق واحد وهو فريق البحرين، وأنا من هذه المنصة أتقدم بالشكر لكل فرد في فريق البحرين، سواء كان من وزارة الداخلية، سواء كان من الفريق الطبي، سواء كان من وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الإعلام، جميع الجهات المعنية، كل فريق البحرين أتقدم لهم بالشكر الجزيل، وأتمنى إن شاء الله السلامة للبحرين وأهلها. شكرا. أعتقد الآن الأخ الدكتور مناف القحطاني راح يكلمكم عن الجوانب الطبية. شكرا سعادة الفريق طارق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ به نستعين. مساء الخير عليكم جميعا. في هناك عندي 3 محاور رئيسية في كلام اليوم تتركز في إنجازات مملكة البحرين الشفافية اللي دائما نصر عليها، والوضع الحالي أو الوضع الراهن، وفهم الإحصائيات المنشورة في وزارة الصحة. من ناحية الإنجازات احنا ما زلنا مستمرين في تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية، ودليل على استمرار التعاون معهم وعلى الجهود المبذولة من فريق تصدي ضد فيروس الكورونا ان تعتبر مملكة البحرين رسميا الأولى عربيا في انضمامها في اختبار التضامن بالتعاون مع بعض الدول في العالم تحت منظمة الصحة العالمية،
باختيار البحرين في تجربة أدوية مختلفة لفيروس الكورونا. احنا صح ان شاء الله 4 أسابيع من يوم ما بدينا هذا التحدي وضعنا البروتوكول العلاجي، وكان من احد البروتوكولات اللي بدت بها مملكة البحرين أدوية كانت خاصة لعلاج الكورونا. إذا سمحتوا لي أذكر أساميها، كان دواء اسمه الهيدروكسي كلوروكوين أو الإزيثروميسين. إحنا كنا من أوائل الدول على الأقل أقول عربياً، لأن هذا الشيء لا نقدر أكد عليه، في استخدام هذا الدواء حتى قبل ما تنشر عليه البحوث الطبية. وأحب أبشر أن هناك فرق بحوث بتطلع إن شاء الله من البحرين، فريق متخصص لتجربة البروتوكول البحريني لعلاج الكورونا، وهناك فريق آخر متخصص لنشر ودراسات حالات الإصابة بفيروس الكورونا، ويعني وننشر تجربة البحرين في معرفة طرق العلاج والحالات السريرية. فهذا شيء حبيت أن أكد عليك إنجاز أو أحد الإنجازات اللي قامت بها مملكة البحرين. في تقرير آخر الكل سمع عنه في منظمة الصحة العالمية أثنت على جهود مملكة البحرين في متابعة المخالطين، وأنا لي كلام بيكون مفصل على الآلية المتبعة من الناحية الطبية لمتابعة المخالطين. أتوقع من الشفافية إحنا من الدول السباقة، حتى أعلننا رسمياً في موقع وزارة الصحة منشور للجميع بأعداد المخالطين وتفاصيلها. هدفنا ليس لنشر الذعر بين المواطنين، هدفنا لنقل التجربة في أن احنا نعمل بفحص المخالطين وفعلا تحت آلية منظمة ووفق معايير دولية. هذا بعد شيء يشكر عليها الفريق، انهم عرضوا بشفافية جميع الحالات المخالطة. انا اقدر اكد ان 70% من الحالات المؤكدة بفيروس الكورونا هي خارج مملكة البحرين، تقريبا 29.5% هي حالات من تتبع المخالطين في البحرين. عندنا حالة أو حالتين ما زالت قيد الدراسة لمعرفة أصل الفيروس. بالنسبة للوضع الراهن، بكل فخر ما زلنا من الدول المتصدرة في كشف فيروس الكورونا. إلى اليوم وصلنا إلى 20,600 عينة أو مسحة أنفية قام بها فريق متخصص في وزارة الصحة، هي الصحة العامة. معدل الفحوصات احنا نسويها يوميا، بدينا من اول اسبوع من 200 الى 300، وزدنا الطاقه الاستيعابيه الى 800، وبعدين زدناها الى 1200، وصلنا ما شاء الله اليوم الى 2200 تشخيص لحاله الكورونا على مدار 24 ساعه، وهذا يخلينا من ضمن مصاف الدول الاولى في عمليه الكشف عن الفيروس الكورونا. من هل الكم الهائل اللي احنا نقوم بفحصه، عندنا فقط 183 حاله قائمه موجوده الحين في مستشفيات البحرين، وانا احب اكد تقريبا نسبه 26% فقط تستخدم العلاج الدوائي. سبب وجود الباقي من الحالات في المستشفيات لمعرفه تاثير بعض الحالات اللي ما نبديها على العلاج، فاحنا عندنا اشخاص يحتاجون علاج واشخاص ما يحتاجون علاج، خليناهم معنا في المستشفى لنضمن سلامتهم. واتوقع التجربه الثانيه بتكون هناك طرق وبروتوكولات اخرى. من ال 100 من المجموع الكلي اللي تم فحصهم، ما شاء الله عندنا فوق ال 149 حاله متعافاه من فيروس الكورونا، عدد كبير. يعني احنا في اليوم تقريبا يطلع عندنا ما بين 6 الى ساعات 12 شخص من العزل الصحي. طبعا هذه تحت اسس علميه، كل مريض يخرج من المستشفى يعني نتاكد قبل خروجه باربع عينات انها تكون سالبه، احنا نسميها تو سيتس. اما ما يخص اخواننا الموجودين في الحجر الصحي، فخرج الى اليوم 250 شخص بعد متعافين فحصناهم قبل خروجهم، وكلهم كانت نتيجتهم سالبة، وهذا يطمن الجمهور بأنهم بيكون أقل عرضة لنشر الفيروس.
لحد الآن خلال 4 أسابيع من تجربة المملكة البحرين لم تثبت عندنا أي حالة اللي خرجت من العزل الصحي أو من الحجر الصحي إنه كان سبب لنشر فيروس في المجتمع. وهذا طبعاً مفروض أن يطمن الناس إن الخطط اللي إحنا وضعناها فعلاً تحت أسس معايير دولية. أما الخبر السار اللي حبيت أنا أقول لكم إياه إن بفضل من الله وفضل جهود الفريق تم تخصيص مركز للفحص والمعاينة، مركز كبير جدا، هو في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، هو مكون من 4 أقسام. القسم الأولي قسم استقبال للفرز، في تقريبا 15 طاولة يتم عليها بنظام آلي فبيكون مرتب جدا. القاعات مقسمة على 3 أقسام. القسم الأول أو قسم ألف يكون هو مخصص للحالات المخالطة بدون أعراض، فيها تقريبا حول 400 كرسي. هذين الأشخاص اللي يتم فحصهم، وأحب أنوه عملية الفحص تتم بآلية دقيقة من خلال الاتصال عن طريق 444. يعني هذا المكان ليس مخصص للذهاب أي شخص بنفسه يروح ويفحص. وحاب أكرر إن ليش نخليها آلية، لأن في أشخاص إحنا ممكن نفحصهم مو بضمن الآلية الموجودة وقد تعطيهم نتيجة سلبية ويعطيهم إنهم ما عندهم الفيروس ويمارسون حياتهم بصورة يومية. فأنا أكد عملية الفحص هي تطبق بأسس علمية. فيعني نتمنى من الجمهور إنهم يتواصلون مع 444. فإذا كان أنت من الأشخاص اللي فعلًا إحنا نقول يفت الكيس ديفينيشن، ثق تماماً خلال 24 ساعة سوف يتم ترتيب عملية الفحص لك. فتكلمت أنا على القاعة الأولى اللي هي قاعة تكون مخصصة للمخالطين من المجتمع بس اللي بدون أعراض، فيها مرافق صحية معزولة تماماً عن الغرفة الثانية. الغرفة الثانية هي غرفة باء مخصصة للمخالطين في المجتمع اللي عندهم أعراض، فيها تقريباً يفوق 400 كرسي للانتظار، وفيها بعد 250 سرير. في لا سبحان الله يعني الإنسان يحتاج أن يريح شوي، طالت النتيجة ظهور النتيجة أكثر من 12 ساعة، فخصصنا مكان للراحة وخصصنا حتى مكان للأكل معزول بطريقة يعني سليمة تمنع انتشار العدوى. عندنا القاعة الثالثة اللي هي أكبر شوي، مخصصة حق حالات القادمة من المطار واللي عندهم أعراض. حبينا أخوانا وأبنائنا اللي يجون من الدول خارج البحرين أن نعطيهم أكثر راحة، فمكان مخصص في بعد تقريباً 450 كرسي وصوفة، في 250 سرير حق الراحة، في جلسة جلوس للطعام، وجميع هذه المرافق مخصصة بمرافق صحية، إضافة إلى فيها صيدلة وفيها غرفة للمعاينة وللعلاج. يعني إذا الشخص احتاج لا سمح الله إلى سيلاين أو إلى أدوية تخفض الحرارة، فهو فعلاً هو مركز متكامل مخصص للكشف عن فيروس الكورونا. أتوقع هذه بالعكس هذه يعطينا يعني تطمين أكثر بأن إحنا قاعدين نوفر سبل الراحة، رغم أن التحدي قاعد يزيد، لكن ما زلنا ما شاء الله نواجهه بعزم وإصرار. النقطة الثانية اللي حبيت أتكلم عنها اللي صار عليها لغط كثير بالنسبة لفحص المخالطين، فعلاً توجد هناك آلية خاصة لفحص المخالطين ويتكون من فريق متخصص. فريق هذه يعني درس كيف يتتبع حالة المخالطين ويعمل على أسس وضوابط معايير دولية، إحنا أعطيناهم كورسات عليها والصحة العامة تشرف عليهم. الكل يعرف منذ صدور الإعلان الرسمي عن حالات المخالطة لشخص مصاب بفيروس الكورونا كان في مارس 2019، تم فحص جميع المخالطين لهذا الشخص خلال 4 أيام فقط. فحصنا 1922 شخص. من 1922 شخص اللي هو مخالط للشخص اللي كان عند الفيروس الكورونا، تم فقط رصد 31 حالة. ليش هذا الرقم أنا يهمني 1922؟ لأن جميعهم هم اللي بادروا باتصال ب 444. يعني الكلام اللي قال إن هناك أشخاص ما اتصلوا، هذين الأشخاص اللي اتصلوا وضفنا عليهم أشخاص إحنا اتبعناهم. فالحمد لله هذا شيء يؤكد على إن حتى ثقافة المجتمع
خلينا نقول الكلية، ما بقول يعني الكل، لكن الثقافة يعني العظمى في المجتمع إن هو اللي بادر ويتصل. اسمحوا لي أشرح لكم باختصار شنو هي الآلية الطبية. أنا بتكلم بس من ناحية الآلية الطبية لكشف المخالطين. أول شيء عند اكتشاف أي حالة مؤكدة بفيروس الكورونا يتم تصنيفها إلى 3 أشياء: يا هي حالة قادمة من الخارج اللي احنا قلنا عنها تقريبا 70% هذه من الحالات، هالحالة الأولى، أو تكون حالة مخالطة لشخص قادم من الخارج أو مخالطة لمخالط، تمام؟ فهذه هي تكون الموجودة. أما النوع الثالث اللي أنا أكد عليه لحد الآن، عندنا حالة أو حالتين مشتبه بها تكون من داخل المجتمع. فأنا أصر على هذا الكلام، ودائما يكون في هناك أسئلة، هذه حالات مخالطة لمخالطين أو يعني قادمين من الخارج أو مخالطين مباشرة لشخص قادم من الخارج. النقطة الأخرى بالنسبة للمخالطين، إحنا دائما نحرص ونقول حق الجماعة، إذا أنت شخص خالط شخص مشتبه أو سمعت أنه هو مصاب، يعني أول شيء اللي عليك أنك ما تخاف، لأن الدولة موفرة لك العلاج وموفر لك الكشف. انا اتوقع احنا لازم نخاف اذا 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 ما عندنا الفحص او اذا ما عندنا العلاج، هني خاف، هنا انا اتفق معك. بس اذا العلاج متوفر والفحص متوفر، وانا اقول لك اكثر من 80% من الاشخاص ما عندهم عوارض، فتخاف ليش؟ فالخوف ما له داعي. ثاني شيء، احنا موفرين لك رقم خاص، قلنا لك اتصل في 444 والجماعه بيقومون باللازم وبيعطونك وقت الفحص، وإذا ما ردوا عليك مو معناته أنهم نسوك، لا، ما ردوا عليك لأن هناك أولوية، هناك في جدول عندهم، معناته أنت مو ضمن الأشخاص اللي فيها أولوية. أما فيما يتعلق بالحد من انتشار الحالات داخليا اللي الناس دائما تسأل عليه، أنا عندي 3 نصائح، لا هي يعني جديدة عليكم وإحنا قلناها أكثر شيء، بس الشيء الجديد اللي حب أنا أركز عليه في المرحلة هذه، اللي أنا أنصح، أنا أسميها مو كبار السن، كبار المواطنين، كبار المواطنين، الشخص اللي عمره يكون فوق 70 سنة، والحوامل، أخواتنا الحوامل، والأشخاص اللي عندهم مناعة قصيرة، هذولين أكثر أشخاص اللي أنا في الفترة الحالية أحرص عليهم، هذولين لازم يعزلون أنفسهم من مخالطين، من مخالط أي أشخاص في حالة اشتباه أو حتى من أطفال، لأن في الوقت الحالي نبي نحميهم، هذولين أكثر ناس عرضة لفيروس الكورونا وأكثر الناس عرضة لو قدر الله يصير عندهم عوار. فهي أول نصيحة نقولها لكبار المواطنين والأشخاص اللي عندهم ضعف المناعة، حاولوا تعزلون روحكم عن الناس في البيت في الفترة الحالية، وإذا كنتوا عائلة كبيرة في البيت موجودين هم حاولوا تحطون في غرفة معزولة عن الآخرين، يعني حسب ظروف البيت اللي عندكم. طبعا وزارة الصحة مشكورة، قامت بعرض جميع النصائح، كلها موجودة النصائح الطبية في الويب سايت. والشيء الثالث طبعا، إذا أنت عندك استفسار أو عندك حالة اشتباه بأنك مصاب، ما في داعي أنك تخاف وتروح المركز الصحي، عندك رقم سهل حفظه 444، اتصل، الجماعة هناك بيقومون بمساعدتك، بيقومون بتوصيلك إلى المكان المناسب. وحب أختم كلامي بعدة نقاط تكون سريعة. أتوقع التجربة اللي مريناها في 4 أسابيع التحدي، أنا شخصياً يعني تعلمت فيه أشياء، وحب أذكر نفسي قبل ما أذكركم فيه كلام قلناه من قبل. اجتماع السواعد بين اجتماع السواعد يبني الوطن، واجتماع القلوب في هالوقت صراحة يقلل من المحن. الشيء الثاني اللي احنا تعلمناه من قيادتنا، اللي هو تحويل ما هو تحدي إلى مكاسب فعلا أشادت بها دول كبرى، يجب علينا المحافظة عليها. المحافظة علينا يصير بالتعاون ما بين أفراد المجتمع، تعاون يكون ما بين اتباع النصائح اللي احنا نقولها، عدم المخالطة. هي ليست مجرد نصائح نقولها عشان تسمعها وتنساها، لا، فعلا نبي روح التعاون، نبي نشوف روح التعاون مرة ثانية بين المجتمع. روح المسؤولية في عدم نشر الشائعات والخوف ونشر الخوف في المجتمع، لأن فعلا لا داعي للخوف بسبب وجود طاقم يعني يعمل على مدار 24 ساعة من أجلكم. وبحول الله إحنا نستمد، دائما نقول نستمد قوتنا من بعد الله بمجتمع البحرين. شكرا.
دكتور رجل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمحوا لي في البداية طبعا أتقدم بتعازي لأهل المتوفى ولعائلتها لمصابهم في هذا الوضع. بالنسبة لحالة الوفاة راح أبدي بس على أساس أني أوضح الظروف المتوفاة. طبعا مثل ما تفضل سعادة الوزيرة، هي عمرها بحرينية، عمرها 51 سنة، كانت من اللي وصلوا إلى البحرين في طائرة الإجلاء من إيران، وهي من وصلت في نفس الوقت في ظرف ساعات دخلت إلى المستشفى في أحد مراكز العزل الموجودة عندنا، وكانت عندها التهاب في الرئة، وبدناها على العلاج المناسب لحالتها، بس بدأت حالتها تسيء يوم عن يوم، وفي تاريخ 18/3 وضعت على جهاز التنفس بسبب نقص شديد في الأكسجين، وظلت تحت الرعاية والعناية المركزة في لمدة 4 أيام السابقة بدون استجابة واضحة، ويعني بطريقة مؤسفة أدت إلى الوفاة. بالنسبة للوضع الصحي للحالات القائمة المتواجدة في مراكز العزل ومراكز الحج الصحي في مملكة البحرين، تقريبا عدد الحالات الموجودة عددها 183 حالة، تنقسم إلى جزئين، جزء في مراكز العزل الطبي الموجودة عندنا، وجزء في الحجر الصحي. الموجودين في الحالات الموجبة في الحجر الصحي هي الحالات الموجبة واللي لا توجد لديها أعراض، والتي لا توجد لديها أي نوع من عوامل الخطورة أو المخاطرة. ومهم جدا طبعا احنا كررناها يمكن في هذا المؤتمر الصحفي أو المؤتمر الصحفي السابق، هذه عوامل المخاطرة، الكبر في السن، احنا نتكلم على ما فوق 70 أو ما فوق 80 أو ما فوق 60، تبدي شوي درجة الخطورة تزيد على حسب الدراسات الموجودة العالمية اللي طلعت إلى وقتنا إلى يومنا الحالي. بالنسبة لعوامل الخطورة الأخرى هي ارتفاع ضغط الدم، السكري خصوصا إذا كان مو منظم، بالنسبة إلى وجود مرض في الكلى المزمن، في القلب المزمن، ضعف عضلة القلب، والحالات اللي في مناعة فيها قصور في المناعة بغض النظر عن مسبباتها. هذه الحالات ما نخليها في الحجر الصحي، هذه الحالات لازم تكون في موجودة في إحدى المستشفيات أو مراكز العزل. بالنسبة للحالات الموجودة في الحجر الصحي، حاب أطمنكم جميعهم لا توجد عندهم أعراض، نتابع حالتهم بطريقة يومية للتأكد إن ما في أحد تطلع عليه أي نوع من الأعراض، ونتابع حتى نتائجهم المختبرية إنهم ظلوا يكونوا موجب، وبعدين نعيدهم بنفس الطريقة اللي تكلمنا عنها سابقة تفضل بها دكتور مناف، إن تعاد لهم على فترات متباعدة تتحول إلى سالبة على مرتين، بطريقة مرتين في اليوم بعينتين لمدة يومين، وبعدين نحدد هل تحتاج إنه ممكن يروح البيت أو ممكن يضل في العزل لمدة أطول، ونتابعهم أيضا إلى مدة 4 أسابيع بعد خروجهم من المستشفى على أساس نتأكد من سلامتهم وسلامة مخالطتهم لعوائلهم ولأسرهم. بالنسبة للحالات المتبقية واللي هي موجودة في مراكز العزل والعلاج، في الوقت الحالي احنا نستقبل الحالات الموجبة واللي تكون فيها أعراض أو تكون عندها عوامل خطورة في 3 مراكز، مركز الأمراض الوراثية أو يمكن معروف مركز السكلر، ومركز إبراهيم خليل كانو، وفي عندنا مستشفى جد حفص. بالنسبة للحالات الموجودة معظمها حالة مستقرة، معظمها بس تحت الملاحظة الطبية، يعني يتم ملاحظتهم من طرف طاقم طبي وتمريضي بصفة دورية على مدى 24 ساعة لمتابعة حالتهم، وإذا في كان أي تطور أو في أي أعراض جديدة. في مجموعة من المرضى طبعا تطورت حالتهم وبعضهم صار عنده التهاب رئوي، واحتاج إن احنا نبدأ طبعا العلاج بدرجة العلاج. احنا طبعا درجة العلاج تختلف، إذا الشخص ما عنده أو عنده التهاب بسيط أو التهاب احنا نقول متوسط أو التهاب يكون خطير أو سيفير يكون في الحالة، فاحنا نغير العلاج بدرجة خطورة المرض. طبعا في الحالات الحرجة واللي هي موجودة في العناية المركزة، هذه الحالات طبعا صادها التهاب رئوي شديد، واضطر طبعا ان نحطهم على جهاز التنفس بسبب نقص الأكسجين الحاد في الدم، واللي يحتاجون فيه الى عناية مركزة، واللي يوجد منها طاقم طبعا الطبي، في طاقم من الأمراض المعدية، أمراض الصدرية، والأمراض العناية المركزة مع الطاقم التمريضي التابع إليه.
هذه الحالات طبعاً تستخدم نفس الأدوية، يمكن سمعتون في الفترة الأسبوع الماضي أو الأيام السابقة تكلموا في سواء كانت في الدول الأوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض الأدوية اللي ممكن تستخدم، وإحنا بالفعل بدينا باستخدامها من اليوم الأول لأول حالة وصلت عندنا في مملكة البحرين، ولاحظنا استجابة عدد من الحالات لهذه الأدوية، وفعلاً إحنا بعض الحالات اللي إذن اللي صادها التهاب رئوي شفيت وراحت إلى المنزل، وهذا يؤكد أن في استجابة للعلاج المتوفر، وهذا نحب نطمن المواطنين إلى توافره وإحنا ممكن نتابع الحالات. كل هذه الحالات الموجودة في مراكز العزل الثلاثة راح تتبع نفس البروتوكول العلاجي، كلها راح تتابع أسبوعين بعد خروجهم من المستشفى وتعاد لهم مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس، وأسبوعين بعدها أي إلى مدة مجموعها 4 أسابيع من بعد خروجهم من المستشفى. طبعا بس في احب بس اختم باني اطمن الجميع، طبعا في طواقم طبيه وتمريضيه ومسانده واداريه موجوده في كل مراكز العزل ومراكز الحجر تعمل على مدار الساعه، وما يثلج الصدر وجودهم لساعات طويله حتى مو ساعات الدوام الرسميه لتقديم الخدمه للكل بطريقه وبرحابه صدر وبدون اي كلل ولا ملل، وهم مستعدين لبذل المزيد، بس احنا نطلع لتعاون الجميع، يعني نحب احنا تساعدونا، وهذا اعتقد الكل ذكر عن الشراكه المجتمعيه، تساعدونا بتطبيق كل الاحترازات اللي موجوده في مملكه البحرين على جميع المستويات على اساس الطواقم الطبيه والتمريضيه ان شاء الله تقدم جميع المساعدات اللي تقدر عليها، ويعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه، شكرا لسعاده المتحدثين. نبدا الجزء الثاني من هذا المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الاسئله، ننوه انه وصلتنا وما زالت تصلنا مجموعه من الاسئله من الزملاء الصحفيين من خلال الرقم الذي تم توزيعه عليهم. ابدا بسؤال من رشا الابراهيم من وكاله انباء البحرين، كيف يتم التحقق من التزام الاشخاص الذين يخضعون للحجر المنزلي بعد الاختلاط طيله الفتره أو بعدم الاختلاط طيلة الفترة، لا سيما مع تزايد الحديث حول عدم التزام البعض منهم؟ طيب أتوقع يعني إحنا ما أعلنا عنه رسميا، بس أتوقع في بعض الناس سمعوا عنه، هو في أبليكيشن مملكة البحرين سبقة دائما في اختيار ما هو الأفضل والتميز. هناك نوع نظام آلي سوف يطبق إن شاء الله قريب، إحنا في مرحلة التجربة فقط، يبين لنا إذا الشخص كان مصاب وإذا الشخص كان مثلا موجود في حجر منزلي نعرف بالضبط إذا هو كان موجود في البيت تحركه، وإذا خرج حتى من المنزل. هناك أمور صراحة كثيرة ما أحب أدخل في تفاصيلها الآن لأن إحنا ما زلنا نجربه، بس إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سوف نعلن عنه رسمياً ما هو النظام المتبع في معرفة المخالطين أو معرفة نظام آلية الحجر المنزلي. نعم، سؤال ثاني من بدور المالكي صحيفة البلاد، متى يتم إجلاء الدفعة الثانية من البحرينيين المتواجدين في إيران؟ إذا سمحت ممكن أجاوب أنا على هذا السؤال. طبعا يعني واجهتنا احنا طبعا تحديات في هذا الموضوع، وإن شاء الله يمكن اليوم تم الإعلان، إن شاء الله يوم غد الاثنين راح توصل دفعة من الموجودين في إيران، ويعني بتم يعني إجلائهم على يعني مراحل ان شاء الله، يعني ان شاء الله الله يسهل وان الامور تمشي مثل ما احنا نتوقعها ومثل ما مخطط لها، ان شاء الله بكره يكون اول او هذه الدفعه الثانيه ممكن ان هي توصل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا سؤال من راجي من الجي دي ان، هل هناك خطه لتطبيق العمل الالزامي عن بعد بالنسبه للقطاع الخاص؟ طبعا حكومة مملكة البحرين بادرت بهذا الشيء، وبتوجيه من سيدي صاحب الجلالة تم تفعيل هذا في مؤسسات الدولة ابتداء من اليوم. احنا من وزارة بواجبنا كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نشجع ونحث القطاع الخاص على تفعيل العمل المنزلي،
وذلك الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي. ونشكر في الحقيقة القطاع الخاص اللي بادر من نفسه، فالكثير من الشركات قامت بتطبيق هذا الشيء حتى من الأسبوع الماضي، ولاحظنا زيادة في عدد الشركات المطبقة لهذا النظام، وأعتقد راح نشوف زيادة أكبر ملحوظة من بعد إعلان اليوم. كذلك أحب أنوه أن بإغلاق المحلات التجارية ابتداء من تاريخ 26 مارس سوف يتحقق تتحقق هذه الغاية تلقائيا، فالكثير من العاملين في القطاع الخاص سوف يلتزمون منازلهم حيث أن مقار عملهم تكون مسكرة. وأعتقد أن احنا ولله الحمد نعيش في مجتمع واعي ومسؤول، وراح نلقى تجاوب كبير من القطاع الخاص لأنهم على قدر المسؤولية إن شاء الله في هذا الواجب الوطني. أيضا سؤال من تمام أبو صافي جريدة الأيام: مشاهدة العديد من الآسيويين في مناطق مكتظة مثل الأسواق دون أدنى مراعاة لوجود وباء معدي هي مشاهد مخيفة، هل من توصيات من قبل الفريق الوطني الصحي من أجل فرض حظر تجوال؟ شكرا على هذا السؤال. حقيقة طبعا اللي شفناه يمكن او شاهدناه ان هذه الاماكن يسكن فيها عدد كبير من العمال الآسيوية، هناك توعية لهم، هناك حملات تقوم بها شرطة خدمة المجتمع وكذلك المديريات الأمنية من خلال الدوريات المستمرة على هذه المواقع، من خلال التنسيق مع المحافظات في توزيع النشرات التوعوية بمختلف اللغات، والجهد اللي تقوم بالدوريات الراجلة في هذا المجال. الآن طبعاً مع صدور القرار اللي يمنع التجمع لأكثر من 5 أشخاص، أنا أحب أؤكد على ضرورة الالتزام بهذه القرارات لأن فيها سلامة المجتمع وسلامة الأفراد أنفسهم وأهلهم وأحبائهم. هناك طبعاً مثل ما أنا ذكرت من قبل والآن أؤكد عليها، هناك إجراءات قانونية راح يتم اتخاذها في حال مخالفة هذه التعليمات. أيضاً هناك توعية لهذه الفئة من الناس أنها تتجنب التجمعات، يمكن تلاقي زحمة الناس رايحة ورادة في حياتها اليومية، لكن ما يكون في تجمع لأكثر من شخص، والمحافظة على التباعد الاجتماعي منعاً لانتقال العدوى وانتشارها بين الناس. فهذه الحملات يعني مستمرة، وهناك تنسيق أيضاً حتى مع البعثات الدبلوماسية لتوعية أيضاً يعني مواطنينهم في هذا المجال. شكراً. سؤال إذا تسمح لي بس تفضل. كذلك احنا منذ صدور التعميم خصوصا فيما يخص المطاعم انها هي فقط تقوم بخدمة المنازل او التيك اوي مثل ما التوصيل او التيك اوي، قمنا بتكثيف حملاتنا على هذه التجمعات خصوصا في المنامة والمحرك، وعلى مدى اليومين الماضيين قمنا بحوالي ما يفوق 350 زيارة لهذه المواقع أو 350 موقع في هذه المواقع، وخذنا إجراءات صارمة في كل من يخالف بتسكير المحل في الحال وتحويلهم إلى النيابة لمخالفة هذه، وسوف نستمر بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الداخلية من خلال فريق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في القيام بمهامنا في هذا الشأن. نعم، أيضا سؤال من وليد دياب من صحيفة أخبار الخليج، السؤال يقول: ما حقيقة إصابة أطفال والرضع بالمملكة، وما مدى التزام الأشخاص المطلوب منهم الحجر المنزلي؟ الحجر المنزلي جاوبنا عليه بالنسبة للأطفال. بالنسبة لإصابة الأطفال أحب بس أوضح، طبعا في حالة إصابة في الأطفال، بالنسبة بنرجع للنقطة اللي قلنا ما في أي أحد بيكون سواء كان طفل أو كبير أو صغير إنه يكون عنده مناعة إنه ما يصيده المرض. المرض هو مثل أي فيروس ممكن يصيب أي شخص بغض النظر عن عمره. الأطفال هم أقل عرضة وأقل عرضة للمضاعفات، فهو في حالة أطفال بس قليلة جدا، وهذا مطابق طبعا للحالات واللي واردة طبعا كانت حتى من بدأ المشكلة في الوباء في الصين وحين في الدول الثانية. أكثر الحالات هي تكون في السن الأكبر، احنا نتكلم من سن 30
وأكثر من 30 سنة، بس الأطفال ممكن طبعاً يصيدهم، بس هم أقل عرضة للمشاكل. بالنسبة للالتزام بالحجر المنزلي أعتقد تفضلوا جواب الجماعة. علي. نعم. جواب علي. نعم. أيضاً ويد دياب عنده سؤال، جريدة أخبار الخليج، هل هناك تواصل مع الخبراء في الصين للمساعدة في مواجهة الفيروس؟ وما تعليقكم على ما يتداول من تجربة بعض العقاقير وظهور نتائج إيجابية لها؟ أنا أتوقع أنا ذكرت في بداية كلامي أن هناك تعاون مو مع دولة معينة، ولكن هناك تعاون مع منظمة الصحة العالمية. نعم، في هناك تعاون، والبحرين الحمد لله كانت من أوائل الدول العربية اللي سجلت في عرض تجربتها في الأدوية، وإحنا أعلنا استعدادنا حتى إذا في دواء آخر موجود أن إحنا نطبقه في مملكة البحرين على أسس علمية، وطبعاً بموافقة المريض قبل إبداء أي دواء تجريبي. نعم. أيضاً في سؤال من يارا ناصر، أنباء اليوم، هل هناك تدابير وقائية لحماية مرضى الأمراض الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كما في هي ذكرت أمثلة يعني أورام، مرض الأورام والقلب وزراعة الأعضاء وغيرها؟ أنا أتوقع بعد هم هذا ذكرته في البداية، قلت من أهم النصائح اللي أنا أقدمها في الوقت الحالي اللي هما حق كبار المواطنين اللي أعمارهم تكون فوق 70 سنة، والأشخاص اللي عندهم نقص في المناعة سواء كانت بأدوية والحوامل، هذا بيكون من أهم الأشخاص في الفترة الحالية إنه يعزلون روحهم عن باقي المجتمع إلى ما نوش إن شاء الله في مرحلة ما يكون فيها زيادة أي حالات قائمة في مملكة البحرين. أيضا في سؤال من محمد أبو أحمد، رئيس تحرير مجلة البوصلة، هل هناك أي إجراءات احترازية سيتم اتخاذها في مجال حركة السفر والنقل؟ طبعا اليوم احنا نشوف ان حركة السفر والنقل عموما هي تخضع تحت سيطرة السلطات الطيران المدني في الدول المختلفة. فاحنا في شركة طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين نتأقلم بصفة يومية مع متغيرات الوضع، فكل يوم نشوف في اعلان من بلد او اخر بخصوص تسكير الاجواء او وضع قيود على عدد المسافرين أو مصدر سفرهم أو جنسياتهم، ونتأقلم مع هذا الوضع بصفة دورية وبصفة تلقائية. فكثير منها هي في الحقيقة خارجة عن إرادتنا احنا الشخصية كإدارة للشركة، ومفروضة علينا من السلطات في الطيران المدني في مختلف الدول. كذلك في نفس المقام احنا نتعامل ونتعاون بصفة قريبة مع الطيران المدني في مملكة البحرين، وناخذ منهم التعليمات والتوجيه بخصوص العمليات في مطار البحرين ونتبع إرشاداتهم في ذلك. فالوضع ديناميكي ويتغير، ونحن نتغير معه مع كل ما تستجد المعطيات. نعم. هناك سؤال أيضا من ستار فيجن ميديا جروب، هل سيتم إيقاف تداول الصحف الورقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا؟ إذا أنا أقدر أجاوب على هالسؤال، طبعاً إحنا قلنا يعني علمياً انتقال الفيروس بيكون عن طريق الرذاذ وليس الهواء، ويكون أكثر شيء في الأسطح البلاستيكية. أما بالنسبة حق الأوراق، يعني أنا أتكلم من ناحية طبية، ما في هناك أي إثباتات إن الفيروس بيعيش فترة طويلة لا قدر الله على رذاذ الجرائد، ولكن في الفترة الحالية أنا دائماً أنصح إن بعدم لمس أي شيء، فأفضل أن يستخدمون الجرائد الإلكترونية. نعم. أيضا سؤال من أيمن شكل من صحيفة الوطن، هناك تقارير صحفية تشير إلى أن المتعافين قد تستمر لديهم إمكانية نقل العدوى، فهل هذا صحيح؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الحالة إن وقعت؟ بالنسبة للمتعافين من المرض، طبعا بالنسبة إلى البروتوكول إحنا العلاج اللي نطبقه هو بعد خروجه من المستشفى، حسب الدراسات حسب الدول اللي صار عندهم طبعا الحالات الوباء سواء كانت الصين أو بعض الدول، إن بعد خروجه من المستشفى وبعد ما يتحول إلى سالب
ومتابعتها أكثر من مرة يكون عادة سالب، يكون عادة سالب، بس ممكن إنه يكون في بعض الأحوال إنه يكون موجب بس يكون يضعف فيها الفيروس. الفيروس مع الوقت تضعف قوته في الانتقال من شخص إلى آخر، فإحنا احترازياً كل المرضى اللي يطلعون من المستشفى يكون نطلب من عندهم إنه يظلون في العزل المنزلي أسبوعين، ونرد نعيد لهم العينة ونطلب بعد أسبوعين ونعيد العينة. فهذا يعطينا مجال 6 أسابيع. وطبعا بالنسبة للمقالات العلمية اللي أصدرت إلى الآن إلى مدى ممكن يظل بوزيتيف أو يرجع بوزيتيف أو موجب، هي تستم إلى 3 أسابيع إلى 4، قلة ما توصل إلى 5 أسابيع. فإحنا احترازيا كل المرضى راح يتابعوا إن شاء الله لمدة 6 أسابيع للتأكد إنه ما يتحول إلى بوزيتيف، حتى لو تحولنا ما ينقله ويكون في العزل المنزلي وما يعدي أي أحد في المنزل. نعم. بس عشان أضيف وأؤكد على كلام الأخ دكتورة جميلة، نعم يعني إحنا كنا نسمع إن في دول أخرى قالت إن يكون هناك نسبة إصابة، لكن تجربتنا إحنا في مملكة البحرين الحمد لله خلال 4 أسابيع لم تثبت عندنا أي حالة إصابة من شخص كان يعني خارج من عزل صحي أو حجر صحي، وأتوقعها بسبب الاحترازات اللي إحنا أخذها الزيادة، يعني يا بعمل الفحص أو بمتابعة الشخص المصاب. فالحمد لله نؤكد في البحرين لم تثبت عندنا أي حالة خروج من شخص محجر صحي أو من عزل صحي أنه سبب لنقل الفيروس. نعم، إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونشكر كل الشكر والتقدير إلى سعادة المتحدثين الكرام على ما تفضلوا به في بداية هذا المؤتمر الصحفي، وعلى تفضلهم بالإجابة على أسئلة الأخوة الصحفيين. كما أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.